بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام لجميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في لاونا زول ايتيريين ايتيريين اي كاع عايشين في سمورتا كل غربة. بونجور سالي تونيز الجيري الجيريان كيف فون الجيري اي على زغانجي. لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية يا خوتي. يعني راكم تشوفوا في الميديا في الجزائر، يعني سواء المرئية ولا السمعية ولا الاخر الكتابي كيما يقولوا، يعني لي جورنو الاخر، يعني ما فهمتش انا السياسه في الجزائر كيفاش. يعني كي تكون حاجه ينوضوا حاجه القوميه، يعني كيما قال لهم فيلوزوف روس، قال لهم في العالم للحروب اللي جايه، يعني الحروب المستقبليه، قال لهم يكونوا في ثلاث حوايج. واش هما؟ باسم القوميه، يعني لي راسين والاخر، وثاني باسم يعني الدين، اما راكم تشوفوا واش صاري في العالم كاع. وثالثا على جال الماء، ماشي البترول ولا الماء، يعني الماء. يعني احنا في الجزائر كاين حاجه واش نودوك ما يهضروا كاع، يعني يغنجقوا كاع كيما راهم. علاش؟ باسكو واحد يقول لك العربيه القومية العربية، هو بدات ما على بالوش شكون خلق القومية العربية، البانو عرب العربية هذه، الناسيوناليزم هذا تاعهم شكون خلقو؟ خلقو واحد السيد، هذا سعيد عثمان ولا واسمو ولا ما على باليش من جانا هدايا. يعني نقولو شكون خلق هذه القومية العربية؟ خلقها واحد واسمو ناصر اليازيجي في 1800 مع بطرس البستاني في 1819. هادو الزوج ليس يعني هما مسيحيين، ليس مسلمين كما احنا. اولا يعني هادو علاش خرجوا هاد القومية العربية؟ باش يمحيو الدين، يمحيوها كاع. يعني لو كان تشوفوا كاع ابري لو ديفلوبمون دي ليديولوجي هذه، شكون جا الحزب البعث؟ الحزب البعث واش يدير؟ يقول لك باسم الامه العربيه والاخر. شكون جاب العربيه؟ شكون خرج يعني هذوما خرج العرب؟ هو الدين الاسلام، يعني هو اللي جاب، هو اللي هما لا يحشوه ومن بعد يقول لك بالقوميه القوميه الى اخره. يعني راكم تشوفوا يعني في الديفلوبمون كيف صاري في العالم. الناس يتقرا بلونجلي وما فيهاش مشكل هذه. علاش؟ باسكو اللغه الانجليزيه 95% في الكره الارضيه هضروا لونجلي. وكاع يعني لي شيرشور دو موند في العالم اي حاجه باللغه العربيه باللغه الانجليزيه. يعني انا نهضروا في الديفلوبمون. وكاين بعض الناس يعني يقول لك الامازيغيه وما الامازيغيه. يا خويا انا قلت وزين نعاودها، الامازيغيه تكون ليس بالتعصب. حنا دوك نشوفوا الفرنسي هذا ومات، نتعلموا لونجلي، نتعلموا لالمو، نتعلموا الشينوا. علاش؟ باسكو هادو هما لي بويسونس مونديال تاع الوقت هذا. حنا بقينا في الفرنسي وبقينا في اللغات، يعني حقيقة ما نقولش أن يعني نرفض اللغة، حاشا لله، لأن كما قلت العربية لغة القرآن كما قلت لكم، وهذه تبقى لا رجع فيها. لكن بعض اللي يقول لك القومية العربية والأخرى، أنا ضد هذه ونعودها، يعني ضد هذه، لأن هاد الناس ما يخموش كون جاب هذه القومية العربية. كما قلت لكم جابوا المسيحيين وكاع قراو في لونيفرسيتي امريكان في لبنان، هادو كاع اللي يقول لك باسم القداية. سبحان الله، يعني مازلنا في الوقت. حنا رانا نشوفوا كيف نخرجوا الجزائر، كيف الجزائر الغد، ليست الجزائر تاع القرن 62 والاخر. يعني الناس اللي يقول لك باسم القوميه الاخرى كما كان رئيسهم الاسبق، يعني هو ريبومزيل اللي خلانا 14 مليار دولار دات. وبعض الناس يقول لك وطني وما وطني، كيف وطني 14 مليار دولار دو دات؟ كيف هذه الوطنيه هذه؟ كيف نعرف انا الوطنيه هذه؟ الوطنيه كيكون الشعب
وما تنساوش يا خاطي في هذاك الوقت كنا 7 مليون، يعني 7 مليون البترول كان غالي وما فيها والو، ما داروا فيها والو. يقول لك ثروه زراعيه، واش من ثوره زراعيه؟ رانا نشوفوا دوك لا فيزيون بوليتيك تاعو وين لحقتنا. يعني هاد الناس مازال يعني ماشي تاريخ، لا 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 يعني تاريخ كما قلت لكم ليستوار سي لو نوتر ميروار. كل واحد قبل ما يروح يخدم ولا حاجه يشوف في المرايه يمشط ولا عنده كاش حاجه في الاخر كي راسي كيما يقولوا كيحفف. هذه هي، هادوما يديو غير نيجاتيف ومن بعد هما في بالهم سي بوزيتيف، حنا عندنا هادو كاع سي نيجاتيف. قلت علاش؟ اول قبل كل شيء في الجزائر اول حاجه نديروها نعلموا الشعب ما معناتها المواطنه. كيش سافي دير ان سيتوان خاوتي؟ ما معناتها المواطن؟ حنا نسقسيو اي جزائري الا من رحم ربي، نقولوا له من المواطن ما على بالوش كيش سافي دير المواطن. ومديتكم دي زيكزومبل شحال من خطره. يعني هاد الناس هادوما اللي يحبوا، هاد الناس اللي يحبوا التفرقه في الجزائر، حبوا يقسموا الجزائر باسم القومية العربية، باسم القومية الأمازيغية، ما على باليش باسم ما على باليش كون. يعني خليونا من هاد شيء، حنا حبينا جزائر موحدة، يعني الجزائر للجزائريين كلهم إلا من خان الجزائر. واش معناتها شكون خان الجزائر؟ اللي سرق الشعب الجزائري هذا خائن، خائن، هذه هي الخيانة. يعني ودوكا راكم شوفوا في الاخر يجبدوا لي كيما جيت لي جورنو غير على هذه الدرجه وما الدرجه وما سبحان الله سبحان الله. يا اخي المثل الاعلى تاعهم هادو هاد الناس اللي قوم باسم القوميه العربيه، اخي سعودي ها ما يقراو بلونجلي لونيفرسيتي الاخرى ما يهضروا لونجلي، على هما يهضروا لونجلي انا ما نهضرهاش. يعني حبينا نوليو توجور اونارية نشوفوا اللغه، اللغه اللي تخرجنا الاخر المستقبل باش نبنيو جزائر الغد. والبروبليم هذه تاع اللغه ماشي بروبليم كاع، يعني كما قلت لكم يا خاوتي هذا المشكل ماشي مشكل، ما نقولوش مشكل، هذه نتيجه الناس من 62 من 62 يعني مازال ما لقاولهاش الحل. هذه مازال ما لقاوش الحل. سي بور سا قلت هاد الناس اللي كانوا في الحكم، يعني اللي كان يدافع في السيستم تاع بكري، كان بعض الناس كانوا في بعض الاخوه كانوا في يعني مع يعني في عهد هاد ابو مدين هدايا، يعني كاع الناس تشكروا قال لك وطني وما توطني وكدايا. هاو تثبيت التاريخ، التاريخ كما قلت لكم هاو قرانا التاريخ، خلى 14 مليار دولار وشعب الجزائر كنا 8 ملايين ولا 7 ملايين وكان الشعب والو والبترول كان طالع و 14 مليار دولار دو داتي. سبحان الله. وكان واحد يخمم، لازم نخمو حنايا تكنيكمون، مانيش نخمم بالعاطفه بالقلب، خمو خمم قيس قبل ما تغيس. يعني الناس هادوما لاهم يغنقوا كاع اكدا، مدونا الحل، حل سياسي تكنيك. يعني حبيتو ديال كيما يقولوا اللهجه لقاو حل اشيت، حبيتو العربيه الفصحى لقاو لنا حل، حبيتو الامازيغيه لقاو حل. هذه هي ديالكتال، يعني ماشي نيمبورت كي يجي يتفلسف علينا. لان علاش هاد الناس تاع دوك اللي يقول لك كيما هذاك السعدي وما على باليش انا، اللي يقول لك هو من جهه الشرق الجزائري، يعني يدافع بقوه على الاخر العربيه يعني القوميه وكذا. يا اخي روح اقرا اقرا على انا يسير ان واسمو دوكنا نقول لكم اسمه، يعني الله غير ياسير ناصير اليازيكي وبطرس البستاني، شكون هادوما ومن بعد راه هضر معانا.
أرواح الدار معنا، شكون اللي وحدنا حنا الشعب؟ الشعب هادو كاع الناس ليس العربية، وحدنا الدين. لأن أفغانستان شوفوا الباكستان يا أخي، عجب، قوة إقليمية. شوفوا الأخر الأندونيسيا والأخر يا أخي عجب، شوفوا الراهي. يعني لا كيستيون سي با لا لونغ، هو بناء مجتمع. اندونيسيا بناء بريزيدون تاعهم، يعني سورتو كي جا الدكتور محاتير، يعني تبع لي تيوري، يعني لو سيستيم المون، ومن بعد جاب لو سيستيم تاع مالك بن نبي. شوفوا راهي وشوفوا حنا ورانا. علاش مالك بن نبي جامي قال العروبه ولا الامازيغيه ولا هو سي تان شير شيرب الى ديكوفير دي تيوري بور لومانيتي، ليس للجزائريين، بور لومانيتي. والناس داو الافكار تاوعو، شوفوا وراهم وشوفوا رانا حنايا، وحنا مازال في البوان لو بوان ديبار. يعني انا عايشين في 62 في 62 وابواق النظام اللي كانوا في الحكم والمعارضه كانت اللي كانوا في هذاك الوقت، ما ندوش حل الجزائر، ما ندوش، ما بقاش حل، ما بقاش غير بعض الناس، غير جوج. انا اللي سمعتهم يعني عاود بالله متنسى جوج، قال لك نبنيو يعني مشروع مجتمع. واش معناتها المشروع مجتمع؟ كما قال هيجل، هيجل هو اللي خرج لا فيلوزوفي دو دروا. واش قال لك؟ قال لك لو سيتوان، ومن بعد من سيتوان كيس سافي دي لا فامي، ومن بعد من لا فامي وشنو يكون؟ لا سوسيتي، من لا سوسيتي تكون دوله. هذه هي، نبداو من هنايا. حنايا ما كاش يروحوا ديريكت يبنيو، كي نبنيو الدار حنا في الجزائر نبنيوه من القرمود ونجيو لتحت، ماشي من التحت تطلع، لا لا كونطرا. يعني خوتي هاد الحوار، يعني هاد القوميات هادو يرحم والديكم، غير نحيوها. رانا كاع جزائريين، وقلت افتخر بافتخار بشرف، افتخار بشرف انني جزائري كانسان، جزائري امازيغي عربي، وسورتو الاول اللي وحدنا في كلش هو الدين، هو الدين الاسلام. هذا ما عندي نقول يا خالتي. وهادو ماذا تاع الاخر كما قلت لكم يا خويا، ما واحد ما يفيت هاد اللي راكم تشوفوا وصاري في غردايا على جال هادشي. يعني وين لحقت البلاد؟ وين لحقت؟ يعني ما عندها 3 سنين ما فراوهاش هاد لافير، يجيو يغنشقوا عليا يغنشقوا علينا في الجرانن القوميه وما القوميه. يا ودي روحوا يا ودي، بدون حل سياسي، حل تكنيك، حل سياسي تقني، ليس بلا بلا ولا نروح نهدر في الجرانن ولا في الاخر، تقني. ما هو الحل في الجزائر؟ وثانيا نشكر الاخ احمد شوشان، يعني اللي مد لي زاناليز على الاخر واش صاري في البلاد. او يا خويا ما عنديش ما قداش نكونطراليه. علاش؟ باسكو هو في الدومان، يعرف الناس الى اخره. ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم على البروشان ان شاء الله.